عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناه يسرى الطنجاويه. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم حلوه من حلويات العيد، حلوه بلا فران، سهله في التحضير، فيها ثلاثه مكونات اساسيه، والتزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. المهم البنات، الحلوه كتجي غزاله، المذاق غادي يعجبكم ان شاء الله يا ربي، حيت المكونات اللي فيها كيخليوها تجي لذيذه وسهله في التحضير دغيا ما توجدوها. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، واذا كنتو جدادين ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم جديد فيديوهاتي، واذا كنتم متابعات ديالي وما كيوصلكمش الاشعارات بالفيديو حيدوا الاشتراك وعاودوا اشتركوا وضغطوا على ديك زر الجرس ديتو اللي حدا زر الاشتراك باش يبقى يوصلكم جديد فيديوهاتي. ودابا غادي نخليكم مع الوصفه. بسم الله. المكونات الاساسيه ديال هذه الحلوه هي عندنا فيها هنايا 150 غرام ديال اللوز، اللوز هيدا حمرته في الفران بقشور ديالو بكلشي، وهنايا واحد باكيه ديال اوريو كتجي فيها 153 غرام 14 حبه، وعندنا هنايا العسل باش غادي نجمعوا الخليط، العسل على حسب تتجمع لنا الخليط، ما غاديش نعملوا السكر حيت العسل حلو. بالنسبه للتزيين عندي هنايا شوكولاته كحل ها هو، وعندي هنايا بندق اكاجو وبيستاش، هادو باش غادي نزينوا بهم. الكميه ديال الشوكولاته على حساب شحال غادي تعملوا، انا عندي كميه قليله غندوب واحد شويه تقريبا، هنا عندي شي 100 غرام غندوب، ولا بقى خصني غنزيد ندوب شوكولاته اخر. ها انتم دوبت الشوكولاته هنايا في حمام مريم ياك، دابا غادي نبدا نجيب هيدا مغرفه وغنزلها هيدا، كنعمر هاد القالب هذا. سمحوا لي ما هضرت لكم شي حتى على هذا المول، بغيت ننزل هادي ما حدا الشوكولاته باقا دايبه، نزل واحد اكاجو، واحد بندق، واحد نصيص ديال بيستاش، قسمتهم في النص باش يلاه تهزوا ملي هاد الشوكولاته حيت رقيقة. هاد المول هذا خاص بالشوكولا، ها هو بلاتي نوريه لكم مزيان، ها هو كيفاش كيجي، هو فيه الزواقين، انا ما نحتاجش الزواقه هاد المره حيتاش غادي نزوقو بالمكسرات، فعلى داكشي ما غاديش نقلبو. نورمال كنعملو هنايا الشوكولات ومن بعد مي كنقلبوه مي كنخرجوه كيجي هيدا كنزوقو به، بغيتو تعملو هيدا عملو هيدا هاد الشكل. هذا شريتو من المغرب، معقلتش شكون 10 دراهم 15 دراهم شحال هادي الصراحة دل. صافي غادي نكمل بنفس الطريقة، مغرفة ديال الشوكولات هيدا، وكنستف مكسرات، تقدرو تعملو مكسرات اللي بغيتو، تعملوا اللبس، تعملوا الكاوكاو اللي عجبكم نتوما. انا المول دابا غادي ندخلوا النبيره في غير في الثلاجه فوق دغيا، ما كيبرد غير غيبرد هاد الشوكولاته يشبر باش نخرجوهم من المول. ها انتما ملي كيبرد الشوكولات راه خليتهم غير واحد 10 دقائق، ملي كيبرد كيزول معنا بسهوله. شتو الا كنا بغينا نعملوهم على هاد الوجه كيجي مزوق هيدا. صافي غنعاود نعمر عاوتاني بنفس الشكل. Thank you.
دابا هنايا جبت الماكينه وغادي نبدا نطحن في هذا البسكوي هذا. باقي غادي نزيدو حيت خصو يتطحن مزيان. دابا غادي نطحن هذا اللوز حتى هو نطحنو رقيق شويه. هانتوما طحنت اللوز كيف ما كتشوفوا، غنزيدو على هذا اوريو. هانتوما خلطتهم مع بعضهم مزيان كيف ما كتشوفوا. دابا غنبدا نزيد العسل، غنزيد واحد الكميه ديال العسل وغادي نخلط نعجن. نزيدو شويه ديال العسل، هانتوما الخليط ديالنا وجد كيف ما كتشوفوا، جمعته بحال عجينه قسمتها على جوج. دابا هنايا فرشت واحد البلاستيك غذائي، ها هو طريف ديال البلاستيك، وغادي نجيب هنايا هذا الخليط وغادي نعمل فوق منه عاوتاني بلاستيك غذائي باش غادي نطلقوه يسهل علينا باش ما يلصق الناشف. فهمتوا كيفاش؟ هيدا وغنجيب مطلق وغادي نطلق. هانتوما طلقت العجينه كيف ما كتشوفوا، وهنايا كنت كنفتش على شي مرشم اللي غادي يجيني الدائره ديالو ما تكونش كبيره بزاف على هاد الشوكولات اللي عملنا، حيتاش هادي جات كبيره بزاف، حتى غنحطها غادي يبقى لي بزاف ديال الخوا وغادي يجيوني كبارين حتى على الكويختات الحجم اللي عندي انا. فهادكشي بقيت كنفتش طيحت في هاد الغلاقه هادي ديال الردومه ديال الصلصه ديال الصوخة قد هيدا، يعني مناسبه غتجيني هي هذيك مع زايده غير شويه وصافي. بالنسبه للكويختات هادو، هاد الكويختات هادو بنات العيسى قسيوني فين شريتهم هنايا هيدا بهذا اللون الذهبي. هادو جبتهم من المغرب، كنت جبتهم من المغرب. هادو شني كنعمل؟ كنشبر هيدا وكان نضغط فحال اللي غادي كنعمل قاعده اخرى. فهمتوا؟ ما عرفتش كيفاش نشرح لكم، كنتمنى يكون كيظهر. كنضغط هيدا باش كنكبرها هيدا بحال هيدا باش تجيني قد هاد الشوكولاته هادي. ها هما عندي هنايا، غنفسخو ونوجدهم. هانتوما دابا كنقطع هيدا وغادي نهز الحلوى. ها هي شوفوا السمك اللي عملت قد هيدا، وغنجيب واحد الكويغط ونحطها في الوسط بحال هيدا، وعنجيب الشوكولات ديالي وغادي نضغط شويه هيدا باش كتاخذ لي الفورما. ها انتم ها كيفاش كتجي، شفتوا؟ وغادي نكمل بنفس الطريقه. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالنا مزيونات كيف ما كتشوفوا معايا. انا زدت دهنت لوجهها بشويه ديال الناباج باش تعطينا هاد اللمعه هادي. بالنسبه لبنات العيسى قسيوني ناباج فين هنا في اسبانيا، انا كنت جبته معايا من المغرب. هنايا صراحه ما عرفاش فين كيتباع،
وصافي كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه ديالها جد سهله سريعه في التحضير وما فيهاش مكونات بزاف. تقدروا تستغناو على المكسرات في طريقه التزيين، تقدروا تكتفيوا فقط بالشوكولات او لا تزينوها نتوما والذوق ديالكم، يعني تعملوا عليها شويه ديال اللوز مطحون اللي عجبكم نتوما. وهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو ديالنا، شكرا على حسن المتابعه ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. اذا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك باش تشجعوني على الاستمرار، والا كنتو جدادين ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم جديد فيديوهاتي. السلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.